السلام عليكم متتبعين، كيف لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جيت نصاوب معكم واحد القطيبات بالاعشاب. هادو هما المقادير. عندنا هنا شويه ديال اللحم، تقريبا 500 غرام ديال اللحم. هنايا صبور ومعدنوس مقطعين رقاق، جوج بصلات مشلضين، توابل عندي هنا الكمون، الفلفله الحمراء، عندي البزار، هنا عندي القزبر مطحون والملحه، هنا عندي الخل والزيت. والخل هذا هو السر ديال هذا القطبان، باش كيجي زوين، كيجي زوين وكيجي فتي بزاف. هذا هو السر ديالو، هذا القطبان كيجيو بزاف بزاف مزيانين وفتيين مع هذا الخل هذا والاعشاب والنسيمه. هادو هما المقادير اللي عندي. الحار على حسب كل واحد شنو بغى يدير، اللي بغى يدير الحار، اللي ما بغاش كيبقى اختياري. انا ما درتوش، وكل واحد شنو بغى يدير. هنا غادي نبداو بسم الله. غنديرو نص معلقة ديال الكمون، نص معلقة ديال البزار، شوية ديال التحميرة. الحار كيف قلنا كيبقى اختياري. هنا عندي القزبر، معلقه صغيره ديال القزبر مطحون. هنا عندي غير شويه الملحه، ماشي بزاف، غير ربع معلقه. غندير هنا قزبر معدنوس مقطع، نديرو البصله مشلضه، هنا عندي 3 معالق كبار ديال الخل. كي قلنا هذا الخل هو اللي كيعطيه السر ديال داك اللحم، كيجي فتي بزاف وكيجي رطب وما كيجيش قاصح. اللحم كيف ما بغى يكون كيجي رطب. هذا هو عندي هنا 3 معالق كبار، جوج معالق كبار ديال زيت العود. هنا عندي الاعشاب منسيمه، نقدر ندير هنايا معلقه صغيره عامره، هو السر ديالو تا هو كيجي بنين بهاد الاعشاب. بسم الله. كنخلطوه مزيان، خصو يتخلط مزيان باش داك الحيمه تشرب داك الشرموله مزيان. غادي نخليو هاد اللحم رقد لمده واحد 5 ساعات حتى كيشرب مزيان داك الشرموله وكي يرطب داك الخل اللي درنا فيه. كيف قلنا هو اللي كيعطيه داك السر ديال كيجي فتي بزاف اللحم، ما كيجيش قاصح. غادي نخليوه 5 ديال الساعات، وان شاء الله داك الساعه غادي نرجع معكم باش نكملوا ان شاء الله الطريقه. صافي غادي نغطيو وغادي نخليوه 5 ساعات ونرجع معكم ان شاء الله من بعد 5 ساعات. من بعد ما خليت اللحم مشرمل خليته 5 ساعات، انا رجعت معكم. بسم الله. انا راني بديت نعمر، خمسة ساعات كافيه باش تشرب داك الشرمولي، داك اللحم يشرب مزيان، كيجي مزيان مع داك الخل هو اللي كيعطيه انا هنا راه بديت نعمر، غادي نكمل معاكم. كيف قلت لكم الخل هو اللي كيعطيه داك الفتاوه وكيجي فتي بزاف اللحم،
مشوي ما كيجيش قاصح. وكل ما بقى اللحم مشرمل كيجي زوين. انا درت النفخ كيزند مجمر، دابا غادي نمشيو وغادي نديرهم يتشواو، عاد نشوفوا الشكل ديالهم النهائي. مجمر ها هو زند، غادي نحطوا القطبان ديالنا غير بشويه. نخليو حتى يتشوى ونرجع معاكم. هذا هو الشكل النهائي ديال القطبان ديالنا، كباب بالاعشاب مدسم بالاعشاب. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقه باش صاوبت معكم هذا الكباب ورافقتو مع هذا الشليطه. ان شاء الله يا ربي نلقاكم هذا الفيديو في احسن حال، وشكرا بزاف، خليتكم على خير.